تبنى الدول بإرادة شعوبها، تقوى دعائمها الصلبة بمواصلة العمل، ولا يتحقق فيها الأمل دون إرادة وطنية لأمة أبية لا تعرف المستحيل. مصر أرض الكنوز ولا عجب، توزن فيها الرمال بميزان الذهب. رمال من ذهب. كانت البداية حين أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ بنود استراتيجية مصر المستدامة 2030، يتقدمها الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية، وفي القلب منها الرمال السوداء. مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وكان البعد البيئي محور أساسي في كافة القطاعات التنموية. وضعت القيادة السياسية خطة يتقدمها الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية، منها الرمال السوداء. تعد المعادن المستخلصة من الرمال السوداء الركيزة الأساسية لمجالات صناعية عديدة، ومن بينها صناعات السيراميك والخذف والبويات، هياكل الطائرات والسيارات، إضافة للصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة. وتشكل تلك الرمال السوداء ثروة طبيعية تتجلى بالكثبان الرملية على الشريط الساحلي الممتد بطول 400 كيلومتر بين مدينتي رفح في سيناء وأبي قير بالإسكندرية، بالإضافة إلى مواقع أخرى للرمال السوداء بجنوب منطقة برنيس وبحيرة ناصر. ودارت عجلة الإنتاج ببناء مجمع صناعي في منطقة البرلس على مساحة 80 فدان، يضم 6 مصانع لفصل المعادن من ركاز الرمال السوداء. وبدأت المرحلة الأولى للتعدين من كثبان البرلس الممتدة على الشريط الساحلي بطول 16 كيلومتر بإجمالي 3500 فدان. تبدأ أولى مراحل التعدين باستخدام الكراكة تحيا مصر، هولندية الصنع، أول كراكة في العالم تعمل بالطاقة الكهربائية وصديقة للبيئة، والتي تزن 550 طن بطاقة إنتاجية تبلغ 2500 طنا في الساعة، صممت خصيصا لمصر، وتقوم بدفع المياه في اتجاه الكثبان الرملية فتنساب إلى قاع البحيرة الصناعية تم إعدادها سلفا، حيث تولي الكراكة أعمال التكريك بعمق يصل إلى 18 مترا لتسحب الماء المختلط بالرمال إلى المضخة الرئيسية بالكراكة، ليعاد ضخها مجددا إلى مصنع التركيز العائم داخل البحيرة خلف الكراكة مرورا بخطوط الأنابيب. Excellency Mr. President Abd al-Fattah el-Sisi, let me start by thanking you Mr. President for your dedication to the maritime industry and for all your contribution to the business. We are proud to be involved in this project as the builder of the state of the art electrical cutter suction dredger 650. From the Dam side, I can assure you that we are very excited, fully committed, honored, and also confident that the continuation of our close collaboration will make the future projects jointly a huge success. Thank you very much. هنا تستقبل المناخل الدوارة خليط الرمال من الكراكة ليتم فصل ما تحتويه من شوائب وعلائق بإنتاج ركاز المعادن بحجم إنتاج سنوي يقدر ب600 ألف طن، ثم يتم نقل الركاز إلى مجمع مصانع الفصل لفصله إلى معادن اقتصادية بطاقة إنتاجية 370 ألف طن سنوية. وتقوم معامل البحوث بمراقبة الجودة طوال مراحل الإنتاج لضمان مطابقة المنتج للمواصفات العالمية.
نطاق صناعي ساهم في توفير أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. أفق صناعي جديد يدعم آمال مصر التنموية في تحقيق التطلعات الاقتصادية والاجتماعية عبر إنشاء المزيد من الصروح الإنتاجية المثيلة، والتي تقوم كثبانها الرملية نحو 5 مليارات طن من احتياطيات الرمال السوداء. لمثل هذه الاستراتيجية تسعى مصر لتوطين المزيد من الصناعات وفق أحدث التقنيات بموجب رؤية وطنية لقيادة سياسية أمكنها إعادة اكتشاف أحد أهم الكنوز المصرية. هكذا تستقيم دعائم الدولة المصرية فوق أسس صناعية قوية تليق بجمهورية جديدة أبت إلا أن تواصل الانطلاق نحو آفاق الازدهار بقفزة اقتصادية لقوة إقليمية كبرى. أمل جديد يتحقق الآن بامتلاك مفاتيح الكنز الأسود، ورمال مصرية توزن بمعيار الذهب.